بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زلنا مع كونديشنال برانشنج، بس بعد ما خلصنا جمله الاف هنشتغل على جمله ثانيه شبيهه ليها اسمها وين. وين وبتاخد اكسبريشن وان اكسبريشن، الفاليو بتاعتها لو كانت كده ينفذ اوامر، الفاليو بتاعتها لو كانت كده ينفذ اوامر، الفاليو بتاعتها لو كانت كده تنفذ اوامر، وفي الاخير else، يعني لو ما كانش ولا الفاليو الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا الان هينفذ الاوامر الاخيره دي في الاخر. خلاص، دي شكلها البسيط جدا. طبعا تلاحظ ان هي بتتكلم على اكسبريشن واحد، الاف ممكن تشتغل على اكثر من اكسبريشن، لكن خلينا نشوف الوين بتبقى اسهل ازاي. فقلنا نصمم برنامج مثلا ندخل فيه حرف اي او بي او سي او دي او اف، ولو كان اي اطلع له اكسلنت، بي اطلع له فيري جود، سي اطلع له جود كده، ونشوف كده في خريطه التدفق بتاعتنا او الفلوت شارت. هقول له انتر ليتر نمبر ليتر جريد، هيدخل لي حرف. لو وفي وبعد كده هقول له لو كان اي اعد على اكسلنت، ومن اكسلنت اطلع لمين، للبرنامج خلص. اما لو كان مش اي اخش اقول له طب الجريد ده بي، لو كان بي اقول له فيري جود واطلع على طول على الايه على بره. طب لو كان مش بي، يعني ما كده مش ايه ومش بي، اقول له طب ماشي، طب هو سي، لو سي اطلع على جود ومنه اطلع للبرنامج بره. طب لو ما كانش سي اخش على الايه الاحتمال اللي بعديه. طب هل هو دي، لو دي اشوف، لو اطلع واخد الايه اخد الباس واقوم طالع بره. طب مش برده مش دي، يبقى في الحاله دي اخد الايه، مفيش عندي غير مين، الفيل اللي هو سقط يعني. فتعال نجرب الفكره دي، لو عملناها بالاف نعملها ازاي، ولو عملناها بالوين عشان نشوف الفرق اللي ما بين الشكلين بتوع الجمل. وين اسهل بكتير جدا من الاف في حاله واحده لو كان اكسبريشن واحد. اما لو كان عندي مالتي اكسبريشنز، لا لا لا، ما تحاولش تحلها بالوين، حلها بالاف على طول عشان بس ابسط لك الفكره بتاعتها. ف يعني في الاخر انا بقول وين وبقيم اكسبريشن او فاريبل وبشتغل عليه على القيم بتاعته، غير الاف. ممكن اف اكسبريشن الس اف اكسبريشن جديد خالص، فدي الوضع بتاع الاف، فالاف اقوى طبعا. لكن الشكل لما يكون اكسبريشن واحد، ودي فيها كتير جدا، بتحصل كتير جدا، هيبقى عندك لوين اسهل. فانا عرفت فاريبل اسمه ليتر جريد، عملته كاركتر عشان ده بيشيل حرف واحد، وعملت جريد وده سترينج عشان ده اللي هيشيل الايه النتيجه بتاعت اكسلنت او فيري جود او جود او الى اخره. وعملت الانبوتس بتاعتي، قلت له لو سمحت انتر ليتر جريد، لو سمحت انتر ليتر ايه جريد. قال ليتر جريد ايكوال ريد لاين، وقلت له دوت تو ايه، ما عندناش غير كاركتر اري، يعني بيقطع الكل اللي دخل الى حروف حروف حروف. فاقول له خلاص انا عايز اول واحد، لان انا عارف ان هو المفروض يدخل ايه، يدخل حرف واحد. دوت كاركتر اري يعني سلسله، فقلت له انا عايز اول واحد في السلسله اللي هو خانه رقم صفر اللي هو اول حرف. فكده عملت ريد للايه للال جريد، خلي الجريد سمول، دايما الفاريبلز بنحب نبداها بسمول ليذر يعني. وقلت له الجريد بقى هتبقى بتساوي ايه، تعالى بقى نعمل اف. هحاول الخص لكم شكل الاف قدر الامكان برضو. هقول له ليتر جريد ايكوال اي، لو كان الليتر جريد ايكوال اي في الحاله دي هريتيرن ايه، هريتيرن اكسلنت، مظبوط، يعني الجريد بتاعتها هتبقى قيمتها اكسلنت. كلام جميل. الس اف لو ما كانش يعني ال جريد بايه، وكانت ال جريد عندنا بكام، ببي، في الحاله دي هنعمل ايه. طبعا تلاحظ ان سنجل كود بس عشان هو كان كاركتر مش سترينج، السترينج ده ما بنحط ما بين دبل كوتيشن، اما الكاركتر بنحطه ما بين سنجل كوت. طيب قلت له اف ان ال جريد كان بي، قلت له ايه، قلت له فيري جود. الس اف لو ما كانش، يعني ما كانتش بايه وما كانتش بي، في الحاله دي اف ان ال جريد كان سي، خلي النتيجه بتاعتي تطلع بايه، تطلع بجود. طيب الس اف ان ال جريد ولا هو ايه ولا بي ولا سي، يبقى الس. طب لو كان ال جريد بتاعتي بدي هعمل ايه، هقول له باس، الراجل ده نجح عدى. الس معناها ولا كان ايه ولا بي ولا سي ولا دي، خلاص يبقى ده اكيد فيل. اي حرف تاني بقى يعني غير الاي وبي والسي والدي انا بالنسبه لي سقط. خلاص دي كانت الايه ال جريد بتاعتنا، اسف الجمله المثال بتاعنا، بس بشكل مين، بشكل جمله الاف. هطبع بس في الاخر الجريد بتاعتنا كده عشان نجرب. فقلت له اطبع للجريد ويقول لي جريب از، واطبع لي الفاريبل اللي اسمه جريد. وتعالى نعمل كليك يمين ورن كده عشان نشوف النتيجه بتاعتنا، ونجرب مثالين ثلاثه كده او حالتين ثلاثه. فهيقول لي انتر ليتر جريد، فاقول له مثلا ايه، طلع لي فيل ساقط. ليه ده ايه اكسلنت؟ قال لك ما هي ايه سمول غير الاي كابيتال خالص. طب ازاي البرنامج بتاعي يقبل الاي كابيتال والاي سمول؟ عندي كذا طريقة، في كذا طريقة، بس أنا هعتمد طريقة معينة يعني. تعالى نعمل ري رن بس، ونسيبنا الوقت من السمول وخلينا شغالين في الكابتر، عرفنا المشكلة. قلت له إيه؟ قال لي جريد إز إكسلنت. قلت له طيب ندخل دي،
قال لي باس مظبوط. وجرب بقى يعني انت جرب اي حاجه اس طبعا ده خارج الايه الحروف بتاعتي وهيطلع لي فيل اللي هي الالس. هاخد كوبي من الكلام ده كده واعيد تنفيذ البرنامج ده تاني، هعمل فايل كده كوتلين جديد ورقم الاكزامبل زي ما احنا ماشيين ونعمل بيست. بس المره دي اقول له ايه ال جريد ايكوال اي اور الليتر جريد ايكوال اي سمول. خلاص كده اهو اور اشتغلنا باور، وهنا اقول له ليتر جريد ايكوال بي اور الليتر جريد ايكوال بي سمول، وهكذا مع السي ومع الدي عشان يقبل لو كانت ايه كابيتال او سمول. طبعا في طريقه ثانيه ممكن تدوروا عليها اللي هي ممكن ناخد الليتر جريد ونحوله مثلا لسمول ونختبر بس على السمول، او نحوله لايه لكابيتال ونشتغل بس على الكابيتال دي ابص عليها. لكن على العموم انا قلت ايه او ايه بي او بي سي او سي، فقلت له الاي سمول قال الاي قال النتيجه اكسلنت، قلت له سي سمول قال لي جود مفيش اي مشكله، دخلت له كابيتال او دخلت له سمول هيقدر يفهمني. هاخد من الكود ده كده كوبي تاني بقى، تعال نشوفه بقى بالوين لما نستخدم وين مش الاف بقى، تعال نشوف شكل الدنيا دي هتبقى ابسط ولا اعقد ولا ايه بالظبط. نفس المثال بالظبط، فاقوم عامل اكزامبل جديد بالكوتلين، هعمل بيست وتعال نشوف هنغير ايه. هسيب طبعا المدخل وكل حاجه، انا هشتغل في البروسيسنج بس. البروسيسنج بتاعتي كل فكرتها ان انا هغير جمله الاف صح كده، فغير الاف وخليها كلمه وين، غير الاف وخليها كلمه وين. بعد الوين انا بختبر حاجه معينه، فانا اقول له اختبر ال جريد، كل الباقي اشيله، انا بختبر ال جريد وافتح القوس واقفل القوس في الاخر بتاع الوين عشان يعرف ان ده كله تبع الوين. وبعدين هقول له ال جريد ده سنجل كوت A يبقى على طول اديني اكسلنت. طيب لو B سنجل كوت برضو السهم بتاعنا، واقول له خلاص في الحاله دي اديني الفيري جود. خد بالكم الدنيا بقى تتلم ازاي. ال جريد انا كتبته مره واحده، ما بقولوش بقى ما بقولوش في كل شرط، ما بقولش ال جريد بيساوي ايه اديني اكسلنت، ال جريد بيساوي بي اديني فيري جود، لا ما بقولش كده، بقول ايه هو ال جريد ده هو بيختبره، جاب ايه هيطلع لك اكسل، جاب بي طلع لي فيري جود، سي هقول له طلع لي مين طلع لي جود. بعد كده نشيل ده كله نقول بقى ايه دي، لو كان دي هيطلع لي ايه هيطلع لي باس. ويتبقى لنا مين، تبقى لنا بقى في الاخر الس، والس دي بتتكتب عندنا برده في الوين الس عادي، فاقول له الس وادي له السهم بتاعي واقول له في الحاله دي يبقى فيل. تمام وكده بالنسبه لي كده اشيل بقى كل الباقي ده كده خلاص الايه جمله وين طبعا اسهل كتير في الشكل بتاعها لما تكون بتختبر ده على طول جريد A excellent B very good C good D pass والالس فيل على طول مباشره، والجود دنيا بسيطه جدا. كليك يمين ونعمل ران كده عشان نختبر الجمله دي مع بعضينا. فقال لي انتر جريد، قلت له ايه طلع لي اكسلنت، تعال نري ران، قلت له تعال ندخل بي قال لي فيري جود، ري ران كمان نجرب مره كمان، قلت له دخل مثلا سي سمول قال لي فيل. يعني نفس المشكله بتاعت الايه الاف اللي هي الكابيتال غير السمول والكلام ده كله. طب تعال نحلها، اخد كوبي كده على طول من نفس المثال وتعال نعمل اكزامبل تاني، انا بس بحاول احفظ لكم على الكود بتاع الاكزامبلز. ونعمل اكزامبل تاني ونعدل فيما يلزم، نعمل بيست، هقول له ايه هقول له ايه كوما ايه سمول بس خلاص بقى ال جريد ايه كابيتال و او ايه سمول، بقت الكوما دي او، ها الكوما دي بقى بالنسبه لنا اللي هي او سي وسي سمول ودي ودي سمول وخلاص الموضوع بقى بسيط جدا. في الحاله دي كده خلاص البرنامج بتاعنا ال جريد كان ايه كابيتال او ايه سمول اكسلنت، كان بي كابيتال او بي سمول فيري جود والى اخره. تعال نعمل رن ونجرب الاكزامبل اللي احنا عملناه دلوقتي مع بعض في شكل جمله الوين اللي طبعا بقت سفيفه جدا عن الاف او صغيره جدا عن الاف. قلت له دي كاب دي سمول قال لي على طول ايه باس، وقدر يفهم الدي سمول والدي كابيتال.